أشكر لأختنا الفاضلة التي بشرتني بأنها حفظت سورة البقرة بعدما قلت لو كتبت كل أخت آية من آيات السورة التي تريد أن تحفظها بيدها، ووضعت هذه الآية معها في المطبخ وفي الصالة وفي المواصلات وفي المكتب وفي أي مكان تخرج إليه، وقرأت هذه الآية فقط وظلت ترددها مرات، يعني أرجو الله تبارك وتعالى بعد 3 مرات أن تحفظ الأخت الآية. فيعني الأخت بفضل الله هذه أخت تبشرنا بأنها امتثلت هذا وطبقت هذه الطريقة، فكادت أن تنتهي من حفظ سورة البقرة. فأسأل الله أن يثبت عليها سورة البقرة، وأن يعينها على حفظ سورة آل عمران وصور القرآن الكريم كله، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وجزاه الله خير الجزاء.